مساء الخير، اهلا وسهلا بك مشاهدينا الكرام في برنامج اخبار البلاد. حلقه اليوم ان شاء الله حنحكوا فيها عن التداخل بين طبيعه دور الاخصائي الاجتماعي والمرشد النفسي، وحنتعرف اليوم ايضا عن الفرق بينهم وعن ادوارهم واهميه وجودهم في المناخ المدرسي لتحقيق بيئه صحيه رائعه في العمليه التعليميه. سنناقش هذا الموضوع اليوم مع ضيوفي الكرام ان شاء الله. حيكون معي الاستاذ سليمان العبوري، رئيس وحده الخدمه الاجتماعيه، وهو ايضا مفتش تربوي بوزاره التربيه والتعليم بنغازي. ايضا حتكون معي عبر الهاتف الاستاذه ناديه البكوش، رئيس قسم الارشاد النفسي بالوزاره ايضا ببنغازي. وايضا حيكون في حلقتنا اليوم ان شاء الله تقرير ميداني، هذا التقرير حيكون عن مسابقه للزي الشعبي باحدى مدارس مدينه الجابيه. واكيد في البدايه كيف ما تعودتوا دائما حنكون مع بعضنا في اولى فقراتنا، وهي فقره من البلديات. نبدأ أخبارنا من وادي البوليس، حيث عقد اجتماع أو عقد أعضاء مجلس الإدارة لجمعية منتجي حبوب فزان اجتماع طاري بمقر ديوان البلدية. هذا الاجتماع تمت خلاله مناقشة العديد من البنود، منها أسباب تأخر توريد الأسمدة ووجودها في ميناء مصراتة فترة تزيد عن 40 يوما، وأيضا وضع طريقة للاستفادة من الاعتمادات أو الاعتماد الخاص بتوريد الأسمدة. كما تطرقوا في الاجتماع المجتمع إلى وضع آلية معينة بخصوص انعقاد اجتماع الجمعية العمومية. لنتابع. نفتتح الاجتماع الطاري الغير عادي لجمعية حبوب فزان. احنا اليوم في الاجتماع الرابع لجمعية منتجي حبوب فزان. هذه الجمعية اللي طبعا تناقش في هموم المزارعين والمهتمين في قطاع الزراعة. طبعا ناقشنا عدة بنود من بينها اللي هو تأخير السماد. طبعا طمن الأخوة الفلاحين مزارعين السماد موجود في مدينة مصرات 45 يوم موجود، نظرا لبعض المشاكل الفنية نحاول اليوم في الاجتماع تدليل هذه الصعاب وتدليل هذه. أيضا خبرنا التالي اليوم من تاجورة، حيث أقيمت بمدرسة الحطاب للتعليم الأساسي فعاليات المسابقة المنهجية للصف السادس. هذه المسابقة ينظمها ويشرف عليها مكتب النشاط المدرسي ووحدة التفتيش التربوي بالمدينة بحضور عضو المجلس البلدي وعدد من المسؤولين والمدرسين والمدرسات والمهتمين بالعملية التعليمية. تأتي هذه المسابقة في إطار تنمية قدرات الطلبة والطالبات من خلال التنافس العلمي الشريف. والخمس هي أيضا لدينا خبر منها في إطار سعي المجلس البلدي تنفيذ عدة مشاريع بالبلدية خاصة فيما يتعلق بصيانة الطرق. تم خلال اليومين الماضيين وضع الطبقة الأولى للبدء في تعبيد طريق الشعبية القديم اللي يربط بين مدرسة الشروق وشارع 20 اللي يشرف عليها قطاع المشروعات بالمجلس البلدي الخمس. نختم أخبارنا من بنغازي، حيث أقيم حفل تكريم لعناصر التمريض اللي تقوم بإلقاء محاضرات تنشيطية وتوعوية وتعليمية، وذلك بمناسبة مرور عام على افتتاح وحدة تنمية الموارد البشرية. وحضر حفل التكريم عدد من رؤساء المكاتب الإدارية ورؤساء الأقسام الطبية ورئيس هيئة التمريض، وقاموا بتوزيع شهادات شكر وتقدير للمجهودات التي تبذل من أجل الرقي بمهنة التمريض، لأنها مهنة سامية ولها دور مهم كدور الطبيب المعالج تماما.
فقرتنا التالية أيضا هي تقرير ميداني. هذا التقرير حيث قامت مدرسة الخبرة الدولية بجدابية بمسابقة للزي العربي والثرات الليبي على مستوى الروضة، حيث شارك العديد من رياض الأطفال بالمدينة، وأقيمت أو قدمت بالاحتفالية العديد من الفقرات والعروض الغنائية لترمز للثرات الليبي، وكان هنالك العديد من المشاركات الشعرية لشعراء مدينة جدابية. حنتابعوا هالتقرير الميداني مع بعضنا. والسلام، تحية ورحمة الله وبركة ترعاكم يا أصحاب الكرامة والجود والبيتية بالخير والزهة، ندعو يدوم هناكم واجعل غوشكم في الوطن صدع ضي، واجعلنا غراكم واخذين رغاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضورنا الكريم أيها الجمع الطيب، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في داخل روضة الخبرة الدولية للاحتفال بالزي الشعبي لأطفال رياض مدينة جدابية، فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. رحبوا بكل الرياض المشاركة لهذا اليوم في هذا الحفل الجميل في المهرجان الشعبي الرائع اللي من خلاله نحتفوا بزينا الشعبي لترسيخ التراث في ذهن أطفالنا الصغار. فنسمع تحية كبيرة لهالأنامل الطيبة، استرينا نسمعها بصيغة قوية. شكرا لكل من لبى الدعوة، شكرا لكل المعلمين والمعلمات، لكل الإعلاميين الموجودين، للجنتنا المحترمة أكيد كل التحية والتقدير. نسمعوا تحية كبيرة وترحيبية للجنة التحكيم، نسمعوا تحية كبيرة. الحضور الكريم من الأباء والأمهات وأولياء الأمور جميعا والأطفال، وتحية لمجلس أو روضة الخبرة الدولية على احتوائها لهالمهرجان الرائع. بصراحة يعني باين من التجهيزات ومن الاستعداد اللي فيه، وجابونا لهالجو الحلو بصراحة لأن زمان نحن عليه ومن زمان ما شفناش. طبعا المهرجان الزي الوطني نحن قريب نفقدوه الأشياء هذه، فياريت يكون فيها مهرجانات متكررة ومتتالية عشان نتعرفوا وأطفالنا يتعرفوا على زينا الوطني ويحبوه. بارك الله فيكم وتحياتي. احنا كانت لدينا فكرة ان نديروا اليوم الشعبي خاص بالاطفال، فحبينا نستهدف فيه رياض الاطفال اللي هم صغار السن، والحمد لله تمت الاستجابة من عدة رياض اطفال، وتقدر ب 12 روضة شاركت في الاحتفالية كما حضرتم وشاهدتم بانفسكم. طبعا احنا هالفكرة ان نوثق الزي الشعبي او الموروث الشعبي لدى هالاطفال، وايضا نزرع البسمة في وجوه اطفالنا. وتحصل طبعا على الترتيب الاول عدد من الاطفال، 3 أطفال و3 بنات، كما تحصل على الترتيب الاول عدد من الروضات حسب ما هو موجود في التقييم العام. نشكر من ساهم في هذا المهرجان الطلابي والتراثي الذي نسعى دائما من اجل صار من اجل التراث. نشكر كل من ساهم بذل الجهد لتحقيق ما نصب عليه. نشكر كل الإعلاميين الذين ساهموا في هذه في نقل هذه الوقائع وهذا الاحتفال الطيب، ونتمنى أن يعاد هذا البرنامج حتى يساهم في بناء الإنسان ويساهم في بناء الطفل الليبي. وهذه فعلا هذه هي التربية، وهذه هي تربية الجيل،
ولكي يستمد حياته ومستقبله من هذه الأرض ومنزيه ومن تراثه، فالتراث يربطنا بالأرض والأرض تربطنا بالوطن. أكيد أجواء طفولية رائعة نقلناها الكام عبر هذا التقرير. كل مشاهدينا الكرام، الآن فقرتنا التالية هي فقرة ضيف وملف. حدث في الفترة الأخيرة لبس وتداخل بين طبيعة دور الأخصائي الاجتماعي والمرشد النفسي في المؤسسات التعليمية، حيث اتهم البعض المرشد النفسي بالتعدي على اختصاصات الأخصائي الاجتماعي، وآخرين أيضا وصفوا عمل المرشد بأن هو امتداد لعمل الأخصائي. طبعا احنا نعرف أن هما الاثنين مكملين لبعضهم في الدور التربوي، لذلك خصصنا حلقة اليوم وحابين نناقش هذا الموضوع، نوضح دور الأخصائي الاجتماعي والمرشد النفسي ومش الأخصائي النفسي كيف ما الكل يحلو أن هو يسميه. أكيد حنناقش هالموضوع ودورهم في العملية التعليمية مع ضيوفي الكرام في الاستوديو. معايا الأستاذ سليمان العقوري رئيس وحدة الخدمة الاجتماعية وهو أيضا مفتش تربية بوزارة التربية والتعليم. أيضا عبر الهاتف حتكون معايا إن شاء الله أيضا الأستاذة والمرشدة النفسية الأستاذة نادية البكوش، هي رئيس قسم الإرشاد النفسي أيضا بنغازي. نرحب أولا بضيفي الكريم، مرحبا بك سيد سليمان. مرحبتين، أهلا وسهلا بك أستاذة فتحية، ونرحب بك وبقناة الحدث ونشكركم على الاستضافة. نعم، نشكرك على تواجدك معنا اليوم. أكيد أستاذ سليمان، أستاذ سليمان بما أنك رئيس وحدة الخدمة الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم بنغازي، خلينا بداية نعرف من هو الأخصائي الاجتماعي أساسا. في البداية أستاذ فتحية، طبعا بنعرف بالأخصائي الاجتماعي، نعرج قليلا على وحدة الخدمة الاجتماعية. تفضل. وحدة الخدمة الاجتماعية هذه تأسست في بنغازي سنة 1987، قبلها ما كانش في كيان للأخصائيين الاجتماعيين، وكان يوجه عليهم مفتشين العلوم الإنسانية. تأسست الوحدة في 87 على يد الأباء والأمهات المؤسسين الأوائل، الأستاذة نذكر منهم الأستاذة الكبيرة نجاة جملي طرخان، والأستاذ سهام حسن علي جكس، والأستاذ علي بعود، والراحلة نجمية طرابلسي. أيضا التحق بهم بعدين الأستاذ فرج ساطي المدير الحالي لمكتب التفتيش التربوي، الأستاذ عبد القادر الشين، الأستاذ عبد الله قصيبات، والأستاذ محمود بن سعود. والقائمة تطول الحقيقة إلى أن وصل عددنا الحالي إلى 48 مفتش تربوي في وحدة الخدمة الاجتماعية. نعم، هم أكيد أساتذتنا، نحييهم جميعا، الله يرحم الأموات والصحة والعافية نتمنوها للأحياء إن شاء الله. هذا بالنسبة للخدمة الاجتماعية في حد ذاتها. اليوم نحكوا عن دور عن الأخصائي الاجتماعي، من هو المرشد النفسي، من هو، شنو أدوارهم في البيئة التعليمية، كل منهم مكمل لدورة ثاني، علاقتهم مع أولياء الأمور، كل هذه الأمور اليوم حنطرقوا لها وحنحكوا عليها. بداية سؤالي لك، لو عرفنا الأخصائي الاجتماعي، من هو الأخصائي الاجتماعي؟ طبعا الأخصائي الاجتماعي هذا هو شخص مهني، يعني يؤدي في مهنة اللي هي مهنة الخدمة الاجتماعية، والشخص هذا بطبيعة الحال ضروري توفر فيه صفات شخصية إلى جانب مهارات فنية. لابد من وجود الشرطين هذين إلى جانب التخصص. فالأخصائي الاجتماعي هو مساند للعملية التعليمية، هدف الوصول بالعملية التعليمية إلى الهدف اللي يسعوا له كل عناصر العملية التعليمية في المدرسة، من معلم وإدارة مدرسة ومرشد نفسي وأخصائي اجتماعي. العناصر هذه كلها تسير في خطوط متوازية من أجل هدف واحد، فهذه علاقتهم تحدد بهذه الخطوط المتوازية الأربعة. نعم، يعني خلينا نقول نحن عناصر العملية التعليمية أساسها المدرسة، الإدارة، وأيضا الطلاب، والأخصائي الاجتماعي، والمرشد النفسي، والمعلم. يعني خلينا نقول نحن هي حلقة من خمسة أشخاص مكونة، يسير وكلهم في خطوط متوازية وهدفهم واحد. وكل منهم لديه وظيفة ودور يبدأ من البداية إلى نهاية العام الدراسي. كويس. وفي أثناء أداء هذا الدور يتعاونوا جميعا من أجل الوصول إلى الهدف المشترك هذا. نعم، الأخصائي الاجتماعي إذا نحن دون أن يؤثر أيا منهم على الآخر. على الآخر، كويس. يعني كيف ما قلت، أنا حصل لبس وتداخل منذ خلينا نقول السنتين أو الثلاثة الأخيرة من الأعوام الثلاثة الماضية وهذا العام أيضا بين المرشد النفسي وبالأخصائي الاجتماعي، نتيجة لي كان الأخصائي النفسي هو المعروف في المؤسسة التعليمية، لكن نتيجة لاستحداث قسم
الإرشاد النفسي بوزارة التربية والتعليم تغير الوضع وأصبح مرشد نفسي. فاليوم في المدارس في خلط بينهم، مش عارفين شنو هو دور الأخصائي الاجتماعي ودور المرشد النفسي. حتكون معنا أستاذة نادية اللي نحكوا معها حول موضوع المرشد النفسي ومن هو وأدواره داخل المؤسسة التعليمية. الأخصائي الاجتماعي يعمل ضمن خطة معدة، هذه الخطة من مكتب التفتيش التربوي بوزارة التربية والتعليم في كل نطاق ليبيا مش في بنغازي تحديدا. لو تحدثنا عن هذه الخطة وعن عمل الأخصائي الاجتماعي فيها. طبعا خطة التربية الاجتماعية وضعت في تأسيس الوحدة عام 1987 ومرت بمراحل تطور متعددة. كنا في كل سنة من في السنوات الأخيرة هذين نطلعوا في منهج دراسي سنوي. المنهج الدراسي السنوي هذا بناء على مثلا زياراتنا الميدانية خلال العام الدراسي واطلاعنا على أعمال الأخصائيين الاجتماعيين واحتياجاتنا والمهم اللي هو قبل الأهم والأهم قبل المهم. يعني في كل عام نحاول نطور الخطة هذه إلى أن وصلت إلى الوضع الحالي اللي هو قدم السنة في سجلات الأخصائي الاجتماعي في سجل التربية الاجتماعية العام. قدمت خطة العمل المطورة هذه وقدم حتى الوعاء الزمني لها والتقسيم الزمني. نعم. عندنا وحدة في إدارة التفتيش في مكتب التفتيش التربوي اسمها وحدة المناهج، نقدموا لها كل سنة في منهج الأخصائي الاجتماعي يتضمن خطة العمل والتقسيم الزمني لهذه الخطة من نعم. واقع المعاش. ونحن طبعا الخطة هذه وإن كان هي تشرف عليها اللجنة الفنية في وحدة الخدمة الاجتماعية، لكن برنامج عملها مستقى من الأخصائيين الاجتماعيين في المدارس. نعم أنفسهم. دور الأخصائي الاجتماعي داخل المؤسسة التعليمية شنو هو دوره؟ هو يتمحور في العديد من النقاط، لكن لو سلطنا الضوء على أغلب الأعمال اللي يقوم بها الأخصائي داخل المدرسة. نحن من خلال يعني دراستنا لهالدور هذاه وتحديده وفق حتى الظروف المحيطة بنا نعم. وفق الإمكانيات المتاحة هو الأخصائي الاجتماعي قلنا في آخر تصور لنا لهالدور هذاه هو عملية تنقيح يعني بس أنه يتمحور في أربع أدوار. الأخصائي الاجتماعي عنده أربع أدوار في المدرسة والأدوار هذه موزعة كالتالي: في إطار خدمة الفرد عنده ثلاث واجبات. الواجب الأول اللي هو نقدر نقوله متابعة المواقف اليومية السريعة. الواجب الثاني متابعة الحالات الخاصة. الواجب الثالث بطاقة الطالب الاجتماعية. في خدمة الجماعة عنده ثلاث واجبات: الواجب الأول اللي هو العمل مع جماعات النشاط نعم. الواجب الثاني البرنامج العام للتوعية الواجب الثالث البرنامج العام للمسابقات والاحتفالات في إطار تنمية وتنظيم المجتمع عنده ثلاث واجبات نعم. خدمات المجتمع المدرسي داخل السور نعم. عنده خدمات المجتمع المحيط الاتصال بالمؤسسات الخارجية وعنده دراسة الظواهر الاجتماعية المدرسية. في إطار الإدارة الاجتماعية عنده طبعا سجلات الأخصائي الاجتماعي إعدادهن والعمل بهن، وعنده المكتب الاجتماعي وعنده واجب طبعا في المكتب هذا وسائل إيضاح وهيئة المكتب وصورة لجنة يستقبل فيها أولياء الأمور، وعنده التقارير الدورية اللي هي توثق عملها. نعم بس الأكثر شيء اللي يتم التركيز عليه هو خدمة الفرد أكيد. اللي هي الشخص في حد ذاته أو الطالب أو الحالة اللي احنا نسموها في علم الاجتماع. خلينا نتواصل مع أستاذة نادية البكوش بعدين نرجع لك إن شاء الله سيد سليمان. أكيد معي على الهاتف الأستاذة نادية البكوش وهي رئيس قسم الإرشاد النفسي. مرحبا بك أستاذة نادية. مرحبتين بكم كلكم. مرحبا بعرب بنغازي كلهم نعم. وأستاذة فتحية كردوغة المميزة جدا إعلاميا في مواكبة جميع ما يطرأ على العملية التعليمية من تحديثات. نشكر جدا أستاذة فتحية ونشكر قناة الحدث التي دائما تحتوي مهنة المرشد النفسي ووحدة التوجيه والإرشاد النفسي والتخصص الإرشاد النفسي بشكل عام. شكرا لجميع من يقدمون الدعم والقائمين على رأس هذه الإذاعة الرائعة. نعم لك. شكر جزيل لك أيضا لتواصلك معنا وكونك تكوني ضيفتنا في هذه الحلقة أستاذة نادية. أستاذة نادية تحدثنا عن المرشد النفسي، من هو المرشد النفسي ودور المرشد النفسي داخل المؤسسات التعليمية، خاصة أنا نوهت وقلت أنه هو تحدث حديثا قسم الإرشاد النفسي مؤخرا تقريبا من ثلاث سنوات الآن أصبح له دور الأخصائي أو المرشد النفسي. أنت تزعلي أن أي حد يقول أخصائي نفسي لأن الأخصائي النفسي كما نعرف هو في العيادات النفسية. نعم أولا معلش أنا نسيت أني نرحب بأستاذنا الفاضل رئيس وحدة الخدمة الاجتماعية الأستاذ سليمان العقوري. مرحبتين بك أستاذ سليمان وبجميع الأساتذة والأستاذات
مفتشي الخدمة الاجتماعية، مرحبتين بكم. نعم سيدة نادي. وطبعا أنا بداياتي كنت إخصائية اجتماعية، لأن تخصص المؤهل تربية النفس لم يكن له قناة داخل أروقة وزارة التعليم، فالتحقت بمهنة الإخصائي الاجتماعي، ثم من ثم زكيت وعملت كمفتشة خدمة اجتماعية، وكانت الانطلاقة لنا جميعا من هذا التخصص ومن هذه الكوكبة الرائعة داخل وحدة خدمة اجتماعية. الإرشاد النفسي عامة هو يعني مجموعة من الخدمات النفسية وتربوية تعمل على الجوانب النفسية والأكاديمية عند الطالب. يعني نحن بشكل عام نتوغل داخل أعماق ونفس الطالب، بحيث أن نحن نساعد الطالب أنه هو يفهم نفسه وقدراته وإمكانياته الذاتية والبيئية. يعني نضعوه على يراقب نفسه من الداخل، شنو هو يمتلك من إمكانيات وكيف أنه هو يستغلها في تحقيق أهدافه، وأنه هو يصل إلى التوافق النفسي والاجتماعي، ومن تم إلى الصحة النفسية بشكل عام. نعم. طبعا من خلال خلينا باش نوضح شعرة معاوية التي تقع بين التخصصين الاجتماعية والنفسية. طبعا من خلال عملي 12 سنة وأنا أخصائية اجتماعية، ومن تم 13 عام وأنا مفتشة خدمة اجتماعية، أصبحت أعي جيدا ما هو الفرق بين عمل المرشد النفسي وعمل الإخصائي الاجتماعي، ومن تم عملت على تحديث هذا البرنامج بحيث أن نحن ما يصيرش أي لبس بيننا وبين الخدمة الاجتماعية. نعم. وكلام حضرتك وجميع من ينقد البرنامج هذا أو يتطرق له أنه فيه سوء فهم والتباس هو موجود فعلا، وهذه سلبيات، ولكن نحن حاولنا أن نحن نتغلب عليهن بشكل أو بآخر. يعني خليني بس نتطرق للجزئية هذه وبعدين نتطرق لدور المرشد النفسي داخل مؤسساتنا التعليمية. نعم بإجازة. طبعا قمنا داخل الوحدة بدورات تدريبية للمرشدين النفسيين، لأن هم ما كانوش يمارسوا عملهم بطريقة صحيحة، ومن أول ما تخرجوا وفي سنوات سابقة، يعني حتى دفعات قبلية بكثير، يعني من الثمانينات ما مارسوش عمل المرشد النفسي أو أي ما يمس بصلة إلى علم النفس، فكانوا محتاجين وبشدة إلى دورات تدريبية وتأهيلية. فاستهدفت وقصدت واهتميت أنه هو يكون معنا الفريق الخدمة الاجتماعية، فالأستاذ سليمان كان من أول المحاضرين لنا، بحيث أنه هو يحاول أن يوضح حتى للمرشدين النفسيين ما هو الفرق بين عمل الإخصائي الاجتماعي والعمل بين وعمل المرشد النفسي. المرشد النفسي نعم. في الدورة الثانية كان معي فريق كبير جدا من المفتشين، ووضعوا أساسيات وأطر لعملهم الإخصائي الاجتماعي، وأيضا وضعنا أطر للتنسيق بيننا وبينهم في العمل، وحاولت أني أنا نذلل الصعوبة هذه بحيث أنني ما نخلقش التوتر ونرأب الصدع اللي هو موجود بيناتهم. نعم. فاقترحت على المجموعة أن نحن نديروا بطاقة خاصة بالطالب، بطاقة نفسية اجتماعية، ورحبوا طبعا هم كعادتهم مفتشي الخدمة الاجتماعية دائما يرحبوا بكل ما هو جديد. نعم. وما هو لمصلحة الطالب ومن تم للوطن بالكامل. وبالفعل بدأنا العام الدراسي اللي هو الحالي اللي هو 2017-2018 لتوزيع هذه البطاقة الاجتماعية اللي هي تضم التخصصين، بحيث أن نحن نوروا حتى الإخصائي الاجتماعي والمرشد النفسي نضعونا نحن يجب أن نكون ونعمل في خطان متوازيان في بوثقة واحدة لخلق التوافق النفسي والاجتماعي لدى الطالب والطالب والفرد عامة. نعم. وبالفعل والحمد لله يعني كانوا متعاونين جدا، وأيضا وحدة توجيه الإرشاد النفسي بمفتشيها كانوا يعون جيدا هذا الفرق بين التخصصين. مسألة أن نحن ما زالت المشكلة قائمة. طبعا حتى يعني المفروض أنه هو يبذل بعض الجهد سواء الإخصائي الاجتماعي وأيضا المرشد النفسي في محاولة، وليس يعني الهدف بالكامل حيوصلوا له، أن هم يعوا الفرق بين التخصصين. نعم. بحيث أني أنا كمرشدة نفسية نحاول أنا باستمرار ندير أبديت تطوير لمعلومات اللي هي موجودة، وإلى ما نحاول أن نحن من خلال مفتشين تربويين ومن من خلال الدورات التدريبية أو التنشيطية أن نحن نوصلهم المعلومات المهمة لتفعيل خطة عملهم. نعم سيدة نادية، نعم سيدة نادية، يعني خليني نحصرك في موضوع اللي هو طبيعة عمل المرشد النفسي في المؤسسة التعليمية. ربما سيد سليمان حكى عن دور الأخصائي الاجتماعي داخل المؤسسة التعليمية في عدد من النقاط، يا ريت بس تقولي لنا طبيعة عمل المرشد النفسي داخل المدرسة. طبعا المرشد النفسي له دورين، دور عام ودور خاص. الدور العام اللي هو يقدم في الخدمات الإرشادية والوقائية والعلاجية لتعديل السلوك المضطرب لدى التلاميذ والطلاب. طبعا نحن عندنا الطلبة وخاصة بعد هذه الظروف التي مرينا بها ومرت فيها ليبيا بالكامل،
أصبحوا للأسف أنهم وقعوا تحت التأثيرات السلبية لهذه الحرب وهذه الأحداث اللي هي مرينا بها من انفجارات ومن دماء وإلى آخره، فحدث عليهم بصراحة ضغط كبير جدا وأصبحوا متعرضين بالكامل. وليس مش حنخصص، لأن الجميع أصبح لديه اضطراب ما بعد الصدمة، وهذا واضح للعيان من خلال الاضطرابات السلوكية اللي هي موجودة داخل مؤسساتنا التعليمية. وحاولنا برضو حتى ندير استمارة لحصر الاضطرابات، وكانت مؤشرات غير جيدة وتشير إلى أن في واقع عليهم أذى كبير جدا. فطبعا الخدمات الإرشادية والوقائية حاولنا نحن الطلبة نحصرهم اللي يحتاجوا الإرشاد النفسي بالتعاون مع الإخصائي الاجتماعي والمعلمين، ووفق الاستمارة اللي هنا نحن مجهزينها نحاولوا أن نساعدوهم ونظلوا نعالجوا المشاكل سوء التوافق مثلا النفسي، نحاول أن نحن نسيطروا على التشتت الانتباه، الإفراط الحركي، التلعثم، التأتأة، السلوك العدواني اللي هو منتشر بطريقه غريبه جدا، التنمر اللي الان انا قاعده يعني نعد الحمله كبيره جدا لمحاربه هذا السلوك، وهو هذين كلهن تبعات هذه الحرب وهذه الاحداث اللي مرينا بها. ايضا يجب ان يكون في تعاون داخل المدرسه اللي هو نحن نسمو فيه علميا مؤتمر الحاله، اللي هو يضم المرشد النفسي الاخصائي الاجتماعي ومعلم الفئات الخاصه وايضا المدير المدرسه ومدرس النشاط، بحيث ان المجموعه هذه تكون الطالب اللي هو وقع عليه الاضطراب السلوكي هذا نحاول ان نحن نساعدوه، بحيث ان نحن ان نسيطروا على هذا الاضطراب من خلال الارشاد الفردي ومن خلال الارشاد الجماعي وايضا البرامج الارشاديه وتعديل السلوك وما عند ما يمتلك المرشد من ادوات. نعم استاذه نادية حنعود لك وحنرجع لك في نقطه العنف المدرسي وكيف يتعامل الاخصائي النفسي مع مثل هذه المشاكل اللي هي الضرب والتاخير الصباحي للطلبه وغيرها من الامور الاخرى النفسيه اللي تاثر في حاله الطالب. حنعود لك استاذ سليمان لو حكينا عن الاخصائي الاجتماعي كيف تحول الحالة أو كيف يحول الحالة إلى المرشد النفسي في التعاون الدائم اللي بينهم الخطين المتوازيين اللي حكت عليهم الأستاذة نادية الآن. رحب مجددا بالأستاذة نادية، هي طبعا مؤسسة وحدة التوجيه والإرشاد النفسي، لها التحية في هذا المساء وربي يوفقها إن شاء الله في عملها اللي قاعدة قائمة به الآن. طبعا نحن في بداية استلام الأخصائي الاجتماعي لنطاق الإشراف هو مسؤول عن الطلبة اللي يقعوا في نطاق إشرافه. نحن دائما نقول أن الأخصائي الاجتماعي ما ينتظرش أن تحول للحالة، لأن بمجرد ما يستلم نطاق الإشراف هو حيتعرف على الطلبة اللي عنده ومشاكلهم وظروفهم، حيتعرف عليهم وعلى مشاكلهم وعلى ظروفهم وحيصنفهم وفق المعمول به في سجل المتابعة الخاص وسجل متابعة المواقف السريعة. فحكاية أن مثلا نقول ينتظر التحويل هذه ممكن تأخذ وقت طويل وممكن الطالب يعاني معاناة كبيرة قبل ما يتم تحويله على الأخصائي الاجتماعي، فنحن نقول الأخصائي الاجتماعي هو اللي بادئ يبحث, يبحث عن الحالة وعن في بداية العمل، وحتى حددنا في سجل المتابعة الخاص اللي هو السجل هذا اللي يعني يهتم بالطلبة الذين يعانون من ظروف خاصة، قلنا الهدف الأول اللي هو الحصر العددي والإسمي للطلبة الذين يعانون من ظروف خاصة يتم في وقت مبكر في الشهر الأول من العام الدراسي لضمان عدم معاناة الطالب من ظروفه. هذه هي عملية الاكتشاف والتحويل. والأخصائي الاجتماعي حاول مع الحالة أكثر من مرة اللي هو الطالب احنا نقول له حالة في محيط المدرسي، ثم إذا عجز عنها يحولها للمرشد النفسي. هنا دور نحن طبعا لما الأخصائي الاجتماعي لما يتعامل مع اي حاله من الحالات اللي اكتشفها في نطاق اشرافه، اذا راى الاخصائي الاجتماعي انها الحاله هذه تتطلب الاتصال بجهه اخرى يتصل بها، يعني يتصل بالمرشد النفسي عندما يجد ان في ظواهر نفسيه غير طبيعيه عند الطالب هذا، هو ما هوش تخصصه فعلا، فيستعين بالمرشد النفسي وتتم عمليه التحويل بعد ان يكون الاخصائي الاجتماعي قد ادى واجبه مع الطالب هذا. والامر هذا ينطبق حتى على الطبيب البشري، يعني انا لما نتعامل مع طالب عنده ضعف دراسي لكن بعدين اكتشفت انه عنده مشاكل صحيه فولا نعالج فيه طبيعي يكون عنده ضعف نحوله على الطبيب البشري، لجني انا ما نقدرش نعالجه من ناحيه جسميه، نحوله على الطبيب البشري نحل مشكلته الاولى وياخذ علاجه غادي وبعدين يجيني باش انا يكمل معايا الجانب التعليمي. يعني هي خطوات وايضا تضرب. حتى ينطبق الكلام هذا على جميع الناس المحيطين بي واللي نتعامل معاهم من ضمنهم المرشد النفسي،
لما نكتشف طالب عنده ظواهر نفسية غير طبيعية متكررة نحوله على المرشد النفسي ونبقى معه في المتابعة، والمرشد النفسي حتى هو عنده دور ويبقى معي بعدين في المتابعة. أيضا الحالات اللي يتم اكتشافها من قبل المرشد النفسي ايضا حتى هو لما يلقى عندهم اي عوامل مؤثره اجتماعيه بيحولهم للاخصائي الاجتماعي. نعم. ويبقى في متابعه هؤلاء الطلبه. نعم. لجنة نحن تونا مسؤول على نطاق اشراف، في نفس الوقت فيه مرشد نفسي مسؤول معي على نطاق الاشراف، هو يعمل في تخصصه وانا نعمل في تخصصي. وفي نفس الوقت ايضا فيه 7 أو 8 معلمين، كل واحد يعتبر الفصل هذا له يدرس في مادته هو، فيعتبر هذول ابناء وهذا فصله. بس هذا كله خلينا نقول لك استاذ سليمان عشان نرجع استاذه ناديه، يعني هذا كله خلينا نقول انه هو مكتوب في السجلات والمفروض انه هو يطبق، لكن لما نجي للارض الواقع نجد ربما 50% من هذا الكلام يطبق. هنا هي الإشكالية في تطبيق السجلات بحذافيرهن، في تطبيق شغل الأخصائي الاجتماعي. نجد الواقع شيء يعني ما أنت عارف أن مثلا استحداث المرشد النفسي في المؤسسة التعليمية هذا يحتاج شوية وقت باش الناس يعرفوا كيف يتعاملوا معه. نحن نسعى ونقول أن السنة أفضل من السنة اللي فاتت، والسنة الجاية حتكون أفضل، وحتبقى العلاقة هذه طبيعية ما فيهاش أي إشكالية. والأخصائي الاجتماعي طبعا واعي للعلاقة هذه، نحن وضحناها حتى في السجلات دوره مع الطلبة اللي في نطاق إشرافه ومع الجهات اللي يتصل بهن من ضمنهم المرشد النفسي. نعم. نعود لك استاذة نادية البكوش. استاذة نادية معي؟ استاذة نادية استاذة نادية لو تحدثنا عن دور المرشد النفسي مع حالات العنف المتكررة في دقيقة. طبعا حنحكي معك عن مشاكل العنف المتكررة، مشاهد العنف، الضرب ضد الأطفال، كل الحالات اللي تم ضبطها داخل المؤسسات التعليمية، كيف تعمل معها المرشد النفسي من بدايتها؟ طبعا هو نحن العنف اللي هو يكون واقع على الآخرين هو حيكون اللي يقوم به الطفل مثلا أو الطالب على الآخرين هو يعتبر سلوك عدواني، ونحن نحطوه بين قوسين بمسمى التنمر. نعم. اللي هو ايقاع الاذى بالاخرين او محاوله ان انا نضرب الطالب الثاني او اني انا ناذيه باللفظ او اني انا ندير له زي العزل الاجتماعي. هذه طبعا قاعده ظواهر مصاحبه لما بعد هذه الاحداث اللي نحن زي ما قلت لك مرينا به. هذه طبعا تبي علاج مجتمعي كبير في تضافر لجهود جميع القائمين على العملية التعليمية، وأيضا أن هي تكون من أولى اهتمامات وزارة التربية والتعليم، وأيضا يشترك فيها معنا مؤسسة المجتمع المدني في التوعية بهل السلوكيات العدوانية هذه منين جت وشن علاجاتها، لان نحن توا خلينا ندو يعني بصراحه اكبر. نعم. انتشار السلاح وانتشار الالعاب الالكترونيه وانفتاح السوشيال ميديا هذه مواقع التواصل الاجتماعي هذين كلهم خلنا فيه نوع من الاباحه للاسف داخل المجتمع ما فيش سيطره عليها، يعني البعض مما يعني زي ما نقول نحن من يرحم ربي بس اللي هو يحاول ان الاهل يكونوا عندهم ضبط واجد على الطفل هذا ولا الطالب هذا، ولكن المتابعه تنقصنا كثيرا سواء داخل المؤسسه التعليميه او وايضا خارجها. فيفترض نحن في الحاله هذه يعني ما نبيش انا نحط اللوم كله على الاخصائي الاجتماعي او المرشد النفسي، ولكن ايضا فلنشرك معنا دور الاسره. دور الاسره مهم جدا. اكيد استاذه ناديه، لان دور الاسره مهم جدا، اكيد حنفرد حلقه قادمه نتحدث فيها عن كل ما يحدث الان من مواقع التواصل الاجتماعي، ايضا من العنف، من انتشار الاسلحه في الشارع، كل هذه السلوكيات حنفرد لها ان شاء الله حلقه تكوني فيها معنا باذن الله نناقشوها باستفاضه اكثر. اكيد شكرا لضيوفي الكرام، شكرا لك استاذ سليمان العبوري رئيس وحده الخدمه الاجتماعيه قسم الخدمه الاجتماعيه، ايضا شكرا لك استاذه ناديه البكوش رئيس قسم الارشاد النفسي. اذا كل مشاهدينا الكرام، الاخصائي الاجتماعي والمرشد النفسي هدفهم واحد، رسالتهم واحده، هي مساعده الطلاب على التغلب على مشاكلهم وتهيئتهم في بيئه خاليه من العقبات او المشاكل. لكن الشيء الوحيد اللي بنوصله له ونوصله للجميع ان طبيعه العمل هي اللي تختلف. شكرا لكل من شاهدنا هذا المساء، شكرا جزيلا للجميع. هذا البرنامج برعايه